لا أحد يصدق أن خلف هذه الطريق الجبلية الوعرة جنة، ولا أحد يصدق أن هذه الأرض البورة تستطيع التحول إلى جنة. هي حقيقة في بلدية ابن باديس بقسنطينة، أين حول المستثمرون الفلاحيون هذه الأرض الجبلية إلى أرض فلاحية منتجة لمختلف أنواع الفواكه. عندنا نكتارين، عندنا تفاح جولدون، عندنا عين بقرة سانتا روزا، عندنا زيتون، عندنا الكرم. المهم دايرين أنواع الأشجار وأنواع الأشجار. عدد الإجمالية وتقريب كيما أنايا عندي واحد 6500 شجرة. مجهودات كبيرة وأموال طائلة لاستصلاح هذه الأراضي، إلا أن انعدام الكهرباء الريفية والطرقات جعل الفلاحين في دوامة كبيرة. كهرباء رانا في حاجة كبيرة لها، لازمنا تكون عندنا كهرباء كما تشوفي رانا بالمازوت. التريسيتي ما كانش، ما الطريق ما كانش، الخدام ذاني ما كانش، حنا اللي نخدموا وحدنا. تمر حوالي السنة على الشباك الموحد الذي فعله والي الولاية للاستماع إلى انشغالات المستثمرين وحلها. هناك خلية أخرى وهي لوكيشينيك، الشباك الوحيد اللي قررت بالنسبة للاستثمار وبالنسبة للسكن أنه يوضع تحت تصرف الوالي. ويبقى السؤال مطروحا، ما محل الشباك الموحد من هؤلاء المستثمرين الذين ينتظرون الكهرباء والطرقات منذ عدة سنوات؟ فهل سيفاعله والي الولاية أم أن الاستثمار الفلاحي خارج اهتماماته؟